مطالبة بعودة عقد جلسات نيابية. رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي تجاوزت حاجز 3000 مصاب، تتوالى المطالبة النيابية بعقد جلسات مجلس النواب مع الالتزام بالشروط الوقائية. انقطاعات طويلة أجبرت مجلس النواب لعدم الجلوس لإقرار قوانين مهمة للدولة. ومن بين تلك القوانين والتي يجب على الحكومة والبرلمان العمل معا لإنجازها، التي وفي حال عدم إقرار خلال هذا العام سيشكل إرباكا لعمل مؤسسات الدولة. النائب عن الفتح مختار الموسوي طالب رئاسة مجلس النواب باستئناف عقد جلساته. مجلس النواب عطل عمله منذ أكثر من شهر بسبب جائحة كورونا أصيب على أثرها عدد من أعضاء البرلمان. الملفات الموجودة الساخنة تحتاج إلى موقف برلماني، خاصة أزمة الكهرباء والوضع الاقتصادي والصحي والأمني.